يلا بينا مع بعض نعمل جبن منفيخ. جبن منفيخ سواء بطرونك مستطيل او مربع، بحيث يبقى الوش هيبقى شامل الجنب شامل القاعده، وبنعمل من خلال نفس الباترون نفس الحركه شنطه التوتي باج. دلوقتي احنا الباترون بتاعنا عايزين ندخل كده اربعه، عايزين نقص نص مربع اضلاعه 4 سنتي. هنظبطها ازاي؟ هنعملها سوا هنا. طيب النتيجه عشان تعملي ايه بعد كده؟ بنخيط هنا مع بعض وبيبقى طبعا نفس الوضع. هنعمل دلوقتي كده، اصبح ده الجيب الامامي كده وده الجنب ودي القاعده. يلا بينا ننفذه سوا هنا. هوريكي طريقتين. اول حاجه انا عايزه 4 و4، انا معايا مثلثي ده مظبوط. هوقف الاربعه هنا كده وهنا الاربعه، اظبطها بالملي لان الملي هيفرق معانا كده. هنا 4 بالظبط وهنا 4. ناخد مربع كده، احنا معانا مربع هنقص بالقطر. طيب طريقه ثانيه لو ما عندكيش المثلث كده معاكي مسطره، هنا تجيبي تظبطي عند 4 سنتي وتدي علامه، نفس الكلام من الناحيه الثانيه 4 سنتي وتدي العلامه، تروحي طالعه زاويه قايمه 4 سنتي من هنا والعلامه نفسها كده 4 سنتي والعلامه. اصبح معاكي نقطه هنا مظبوطه. نعمل المربع ونقص. القطر بقى نخلي بالنا طبعا. وزاويه القايمه شايفين مع بعض الباترون عامل ازاي؟ ادفع شويه كده. يبقى احنا لما نعمل هنا كده وهنا تمام كده، اصبح معانا مربع هنا متوازي الاضلاع وهنا كذلك 4 سنتي 4 سنتي. لما نقفل بقى كده من هنا وبعد كده هنقفل هنا، طبعا هيتركب ايه وهيبقى كده. وشنطة التوتي باج نفس الفكره.